مستوصف بلدية الجديدة البوشري السد هو من المستوصفات اللي تحولت لخلية نحل بحرب لبنان ضد فيروس كورونا. التنظيم والتنسيق الكبير الموجود بهالمكان بيعطينا مثال عن الوعي والمسؤولية الكبيرة اللي عم تتحملها البلدية لتخفيف العبء على الناس، لحتى ما يركض المريض يخاف ويروح على المستشفى. منتابعه كل يوم بيومه قبل الظهر وبعد الظهر، وبينعطى رابور للحكمة من خلالي أنا إنه كيف صار المريض، كيف صار وضعه، قدي الأكسجين، قدي الحرارة، يعني السيمبتوم تبع الكورونا. فأرزع بتكون فيلتر، عم بتكون يعني دور ترياج بالنسبة للمرضى وعوارضها. لمن بيكون في حاجة انه تحكيني كرمال ناخد ديسيزيون، انا بحكم اختصاصي منترك، يعني بعرف وين وقف تنرجع نسأل الحكيمة الاختصاصي، هي بتقرر. يعني يا بتخلص مع أرزة بالاستشارة معنا، يا نحن منتدخل حتى مش بس اوقات بار تليفون كمان اون سايت، يا انه القصة بتقضي استشفى. هلأ وقت اللي بيتم الاتصال فيه أنا، وقت اللي بيكون المريض صار بمرحلة يمكن شوي كريتيك، يا بده مستشفى يا ما بده مستشفى، هون من تابع حالة المريض يوميا، يعني بنس أنا وأرزي كل ساعة كل ساعتين كرمال قدي الأكسجين، شو عم بيجد معه، أي متى لازم نلجأ لفحوصات، أي متى لازم نلجأ للأكسجين. معظم الأوقات عم ننجح نحنا إنه المريض ياخد علاجه وياخد الأكسجين بالبيت من دون ما يوصل على المستشفى. هلا بشوف على الخريطة قدامي وشوف وين هي موجودة وبرجع بدي الخبر شو صار. ومنصة إمباكت إلى أهمية كبيرة أيضا، ومن خلالها بتتقسم وبتتوزع الأدوار أكيد بالتنسيق الدائم مع وزارة الداخلية. هيدا الطابق كله مقسم ليكون غرفة عمليات كاملة. هيدا الأكيب وصل لوقت يشتغل على 300-350 اسم بالنهار، يعني تصليح معلومات مع أخذ معلومات مع تأييد المعلومات مع توزيع. العناية الطبية والاهتمام بمرضى كورونا ما وقف هون، فالبلدية صار عندها أيضا مكانات أكسجين عم تأمنها للمرضى اللي بيحتاجوها مع متابعة يومية من قبل اختصاصيين.